انا غلطت مره وفعلا وكان ليها ظروف برضه جبرتني، يعني ظروف انسانيه، ان انا اقبل اني امثل في فيلم اسمه جمال ودلال. والظروف الانسانيه دي مش عارف كان وقتها اني اشرحه، لانه فعلا كان ظرف انساني، يعني كانت حياه فنان جه قال لي ان انا حياتي في ايدك، يعني لو قلت لا ان انا ما اخرجش الفيلم ده مثلا حياتي هتنهار وهتكون انت السبب، واذا حياته قلت لي الفنية يعني. واذا رضيت ان انا اخرج لك هذا الفيلم فانت بتفتح قدامي ابواب الامل والحياه. فقدام هذا ما قدرتش اني ارفض فقبلت، وكانت دي التجربه الاولى والاخيره لهذا الفنان، لانه ممثل ممتاز وانسان كويس جدا اسمه الاستاذ ستيفان روستي، كل الناس يعرفه. فاذا راح اقنع شركه اللي كانت متعاقده معايا على انهم ينتجوا الفيلم ده ليا، وقدم لهم قصه هم عجبوها، قالوا له كان فريد الاطرشيه قبل انك انت تخرج الفيلم، فما عندناش مانع.